متفاولين خير بالمريخ وان شاء الله في الكره الرياضيه بصفه عامه. وانا بناشد الكبار اللي القيادين بتاعنا الفرق انه يقدموا ويعملوا لنا حاجه للاشبال وللناشئين بكون انه كورتنا دي تتقدم. انا بشوف الاهتمام للرياضه من قبل المسؤولين ضعيف، والناس المناسبين احيانا ما بيجدوا فرص. والله هي الرياضه حقيقه يعني ما لاقي دعم يعني، وحتى الرياضيين اغلبيتهم مظلومين. هسي كل الناس بتجي تقول انه لو جينا على نطاق كرة القدم، كل الناس مؤمنة بالموهبة السودانية وانه اللاعب السوداني ده بيقدر يقدم، ولو مشى فبينقصوا بس يعني يشغلوا الموهبة دي بتدريبات وكده. فنحن لا عندنا مدارس سنية زي ناس مصر، هسي زي النادي الاهلي المصري ده، يعني النادي الاهلي ده عالم براو، نادي اكاديمية كده. حقيقة الهلال بدأ في مشروعات زي دي، واللي قدام ان شاء الله ربنا يعدل الحال، لكن يعني بس فاقدين انه اشغال المواهب من ما الولد يكون صغير، يعني سواء كان كرة القدم او العاب القوى او اي رياضة ثانية. يعني بالمناسبة في مهارات هنا عالية جدا في السودان، بس هي ما قادرة اصلا تظهر دورها، يعني تلعب بالمستوى المطلوب، عرفتها؟ يعني عندنا ناس بتلعب نحن، لكن مواهب مدسوسة ما لقي اللي بينميها اصلا ويطور قدراتها. الاهتمام امي حاجة، كان الحاجة فيها اهتمام ما بيكون في تطور، والتطور ينتج نجاح. هو الموارد موجودة، يعني كان الناس اللي بيلعبوا سواء الرياضة كرة القدم أو في كل الرياضات، من سلة من الرياضات المختلفة، هي دار لها اهتمام. إذا وجد الاهتمام بيكون النجاح إن شاء الله. الحكومة هنا ما بتهتم بالحاجة دي، يعني إلا أنت براك مثلا إذا كان عليك يعني موضوع كويس، ولا أنت براك مساحة المادي كويس بتقوم يطلع نفسك براك انت وامكانياتك يعني. لكن يعني مثلا انت تطلع الموهبة فوقك، الحكومة ما بتهتم بحاجة زي دي هاي والله، الا انت براك مثلا تطور نفسك. وهنا يعني لما تبقى حاجة كده تاني اخور ناس بيشوفوك.